بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مدينة حرس تعريف دمشق، معي شقة غرفتين نوم حمامين ومطبخ، طابق أول، مساحة الشقة 72 متر، سعر الشقة حاليا بالسوق العقاري 35 مليون. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا اللايك حتى يظهر الفيديو بالمقترحات. أول ما بندخل على صالون، مثل ما بنشوف مساحته جيدة نوعا ما، وعم نشوف معنا الشقة معمول فيها تعديلات من الخشبية ودهان الأسقف والجدران باللون الأبيض. عندي على ايدي اليمين هو الحمام رقم 1، هو الحمام المشترك للغرف، وعندي هون الحمام رقم 2، ومعنا هون المطبخ طبعا مجهز من سيراميك ومعمول فيه خزن. الشقة طابو اخضر، مساحتها جيدة، امتداد جامع الشافعي. عندي هون الغرفة الرئيسية، هي الغرفة رقم 1، طبعا مع بلكون بتشوف الشارع. حنطلع نشوف الشارع مع بعض. منطقة مخدمة بالكامل من مي وكهرباء، نحن قريبين على صالة التعازي. لا تنسوا الاشتراك معي بالقناة وتعملوا لايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات. بتمنى منكم كمان تعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك، مثل ما عم تشوفوا الرابط بأسفل الشاشة، ممكن ناخده من صندوق الوصف أو الديسكريبشن. وأي حدا عنده عقار بمدينة دمشق أو ريفا كمان ممكن يتواصل معي عن طريق رقم التليفون. وهي الغرفة رقم 2، مساحتها جيدة. هي كانت شقتنا اليوم بريف دمشق مدينة حرستا، وإن شاء الله بنشوفكم بشقة جديدة وعقار جديد بمدينة دمشق وريفا. شكرا للمشاهدة.